اهلا وسهلا متتبعي قناه فلوغو تاويل بيتي شانيل. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو الجديد اللي نزل على القناه. والناس لاول مره كيشوفوا الفيديو ديالي فمرحبا بكم، ما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. اليوم مشيت نتقدم للالدي ولقيتو جايب هاد البروموسيون اللي قلت ضروري ما نشاركها معكم. بزاف ديال الحاجات اللي بيو، الناس اللي كيبغيو ياخذوا البيو، فابقوا معايا، فيديو مهم بزاف بزاف. غنشارك معكم ايضا حتى اللوز اللي مطحون اللي كنديروا به املو خطير كيجي البنات. هي صبروا معايا دابا نوريه لكم وغادي تجربوه، وغنتسنى منكم شي دعوه ديال الخير. وهنايا كيف ما شفتوا دقيق مختلف، كاين دقيق ديال جوز الهند الكوكو، كاين دقيق ديال زريعة الكتان، وكاين دقيق ديال الحمص، كلهم بيو والكمية كتختلف وثمنهم واحد، يعني ما كاينش اختلاف في السعر بيناتهم بثلاثة، لكن الكمية كتختلف. وجايب ايضا الدقيق ديال اللوز، هو ثمنه بوحديته غادي يكون زايد شويه، حتى الكميه غتكون زايده شويه. الدقيق ديال اللوز كيكون رطب، ماشي هذاك اللوز اللي مطحون كيف ما كنعرفوا اللي كنديروا به الحلويات، وانما هذا دقيق غبره نقدروا نستعملوه في الميسلي، في التحليات، في الوجبات اللي كتدخل في شي نظام غذائي صحي بزاف بزاف. الكميه هي اللي غتبان لكم مع السعر ايضا. ومن الحاجات الزوينه ايضا اللي جايب هما هاد الكريمات ديال المكسرات اللي زوينين بزاف، نقدروا ندهنوا بهم الخبز في الفطور ديالنا، ولا نعطيهم للوليدات، ولا الا داخلين شي نظام غذائي تقدروا تتبعوهم، اولا حتى الا بغيتوا ديروا شي تحليه ولا تدخلوهم في الصابلي ولا في الحلويات، في الكريمات، في التورتات، غادي يعطيو نكهات رائعه، خصوصا انهم بيو ما فيهمش شي مواد حافظه. كاينه هاد الكريمه ديال اللوز، ولكن ماشي هذه هي اللي غتصلح لكم الاملو، حتى من بعد غنوري لكم العلبه كيفاش دايره. كاينه هذه ديال البيستاش اولا الفستق، وكاينه ديال الكاجو، ديال الكاجو كنظن مخلطه بشويه ديال الشوكولا. مهم انا كنحاول نبين لكم الشكل ديال الكريمه كيفاش داير، القوام ديالها، وحتى المكونات بالنسبه للناس اللي بغيو يقراو يعني يتاكدوا من الجوده ديال المنتوج. الثمن ديالهم ما كانش مكتوب في الغيون، فدخلت في انترنت وشفت البروموسيون وجبتكم الثمن بثلاثه بهم، داك القريعات عندهم نفس الثمن ما كانش اختلاف. وهذه هنا لاموس ديال اللوز، كاين اللوز اللي مقشر ومطحون، هذا هو اللي اللون ديالو ابيض، وكاينه لاموس ديال اللوز مطحون بالقشور ديالو محمر ومطحون، هذا هو اللي غادي يصلح لكم الاملو البنات. شوفوا القوام ديالو كيفاش داير، غزال بزاف بزاف، وكيجي لذيد، كيحمق ملي تخلطوه مع زيت اركان والعسل، كيخرج املو اصيلي على حقه وطريقه، ماشي بحال هذوك اللي كيتبعوه في الاسواق وكنشريهم هكاك، الا صوبته على اليد كيجي هائل بزاف. والقريعات بجوج بهم فيهم 180 غرام وكيديروا 3.99 أورو. جايب ايضا هذا السكر البني اللي كيكون صحي، يعني نوعا ما راه صحي حسن بعدا من السكر الابيض، كيلو كيدير 1.99 أورو. وجايب ايضا الزيت طبيعيه بيو ديال القرعه اولا ديال الكوربيس، هذيك القرعه الحمراء ولا الخضراء كتكون الزيت ديالها صحيه بزاف وغنيه، نقدروا نديروها في الدريسينغ اولا في السلطه ديالنا، اولا نتناولوها هكاك على الريق، اولا ندخلوها في المطبخ، ونقدروا نستعملوها ايضا حتى للتجميل علاش لا. جايب ايضا الاعشاب المنسمه والبزار حتى هما بيو، الوزن كيختلف، يعني ماشي القريعات كلهم بحال بحال، انا كنوريكم كل حاجه والوزن ديالها، والثمن ديالهم كلهم بحال بحال 99 سنتيم. وفي اطار البيو دائما جايب المكسرات مطحونه اللي نقدروا نستعملوها في الحلويات ديالنا، هادو ماشي دقيق كما هادوك اللي وليت لكم في البدايه كيف ما كتشوفوا، هذا النوازيت اولا البندق اولا الهازلنوت محمر ومطحون بالقشره ديالو، كاين القرقاع اولا الجوز اللي مطحون بودره، هذا ماشي محمر، نقدروا نستعملوه في شي غريبه مع الكايا، سلام فيه فكرت مباشره بدون نقاش. وجايب ايضا هاد الحبوب هادي اللي كتشبه الخشخاش، ما عرفتش واش هو بالضبط الخشخاش ولا لا، راه كيجي صحي بزاف وكيدخل في المطبخ، انا كيعجبني خصوصا في التزيين ديال الخبز كيجي رائع. الوزن ديالهم 200 غرام والثمن بحال بحال 3.29 أورو. وفي اطار المقبلات خصوصا الشرقيه جايب الحمص اللي يعني فيه نكهات مختلفه، كاين الحمص اللي طبيعي
وكاين هذا اللي منكه بليزيبيناغ وبالفرماج كنظن وبحبوب الصويا او لا الصوجا على ديك الشيء كنشوفوا اللون ديالو اخضر. جايبين ايضا هذا الحمص اللي مخلط بالباربا او للغوتو بيتو او للبيتراف، كل واحد شنو كيسميها، وكلهم نباتيين ما فيهمش اضافات حيوانيه كيف ما مكتوبه فيهم فيغان. وكاين هذا الحمص اللي بمطيشه او للطوماطه او للطماطم، كل واحد شنو كيسميه. الالوان كتختلف والنكهات ايضا، ما كيبقاش غير المذاق ديال الحمص بوحدو. وكاين هذا اللي طبيعي غير هو 100% ما فيه شي حاجه، كيف ما قلت لكم كيبقى الاختيار في الاذواق، والثمن ديالهم اورو 19 بروموسيون. ومن الحاجات اللي عجبوني بزاف بزاف قلت ضروري ما نشاركهم معكم هو التشكيله ديال الحبوب اللي غنيه بالالياف وبالبروتين، نقدروا نستعملوهم في السلطات او لا كطبق رئيسي علاش لا. غنلقاو هنا تشكيله ديال العدس كيف ما كتشوفوا الوان مختلفه اللي غادي تكون مره مخلطه بالكينوا، مره بالزرع او لا بهذا الحنطه او لا مع البرغل، يعني كيبقى لكم الاختيار في المذاق اللي بغيتو. الكيس ديال كل حاجه فيه 500 غرام وكاتبين عليهم المده ديال الطبخ باش ما كيجيوناش هاد الحبوب معجنين. وتخيلوا معايا من غير يجي الطبق في التقديم هائل في المنظر باختلاف الالوان، واكيد حتى الطعم غيجي رائع في شي سلطه او طبق رئيسي اللي يرافق لكم ستيك او الحوت ولا صدر دجاج. وهنا البديل ديال الروز دايرين الخرطال، واحد طريقه عجيبه حتى هو يجي كطبق رئيسي او كسلطه، هائل لذيذ وصحي كيف ما كتعرفوا الفوائد ديال الخرطال او لا ديال الشوفان، كل واحد شنو كيسميه. والناس اللي كيبغيو الميسلي جايبين هذا بالزرع الكامل، اللون ديالو هو دا كيف ما كتشوفوا غامق بيو، وصراحه غيجي لذيذ هكا الفطور ومشبع، يعني منين يفطر به الواحد سير فوقاش يفكر في الغدا. وصافي هادو هما الحاجات اللي لقيت بيو اللي جايب الدي نهار الجمعه، فبغيت نوريهم لكم. يعني الا قدرت تقداو غدا السبت او لا في البدايه ديال السيمانات 2 و3، لان من بعد ما كيبقاش هادشي في الالدي. عجبتني ايضا هاد البروموسيون ديال هاد القطعه ديال الخضار، نقص لها في الثمن بالنسبه للناس اللي مهتمين كيخرجوا الخضر على اشكال مختلفه، الناس اللي كيبغيو يديروا البيفيه ولا شي سلطه فاريي، فعلاش لا. شاركوا احبابي الفيديو فضلا وليس امرا مع الاصدقاء ديالكم باش يكتشفوا حتى هما هاد البروموسيون. شجعوني بلايك وخليوا لي التعاليق ديالكم محفزه، ونقول لكم تهلاو لي فراسكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.